تأسيس هذا ائتلاف الكرامة، وبديتوا المناشط نتاعكم بزيارة بمنخرطكم في سقيت الدائر في ولاية صفاقس. شنو برامجكم المستقبلية على الأقل في المستقبل المنظور؟ طبعا نحن حزب في طور النشأة، ومسارنا بدأ معكوسا، لم نبدأ بالتشكيل الرسمي للحزب ثم بعد ذلك ندخل الانتخابات وننشط عمليا، لا، نحن بدأنا المسار معكوسا، مجموعة من الفتية، من النشطاء، من الحقوقيين، من الأساتذة ومن المناضلين، يعني تنادينا إلى هذا المشروع، ثم دخلنا الانتخابات كمستقلين، قائمات ائتلافية مستقلة، ثم أخذنا الوقت كي تحدث تلك اللحمة وكي نتمكن من خط تحريري ونتفق على خط سياسي وعلى مشروع معين لهذا الذي نريده، وبعد ذلك بشكل طبيعي تطور الأمر إلى تنظم سياسي، لأنه لا تستطيع في المجتمعات الراقية أن تمارس السياسة بدون إمكانيات وبدون إمكانيات لوجستية وتنظيمية ومادية وما إلى ذلك. ونحن اليوم حزب سياسي بإذن الله، بدأنا نشاطنا الميداني من ساقية الدائر، وبدأنا أول مشاركة في الانتخابات البلدية كانت عبارة عن نوع من التحسس لأرضية الميدان الذي سننشط فيه استعدادا لمراكمة التجربة لسنة 2023، الانتخابات البلدية والجهوية والأقاليم. ونحن طبعا في مرحلة الإعداد اللوجستي والهيكلي، المقر بإذن الله أصبح الآن عما قريب سيكون جاهزا في العاصمة هنا، وكذلك سنشرع في تركيز هياكلنا ومكاتبنا الجهوية، ستكون لدينا منصة رقمية متطورة جدا تفاعلية للاشتراكات وللتفاعل بين المنخرطين فيما بينهم ومع النواب، ستكون هناك رؤية متطورة تماما عما هو سائد في الساحة السياسية. بالتأكيد نحن سندفع مثل غيرنا من الأحزاب ثمن ترذيل الأحزاب وقتل هذا المكون الأساسي في أي عملية سياسية، ولكن نطمح ونأمل في أن نسترجع ثقة الناس بهذا الوعاء التنظيمي الذي لا تقوم الديمقراطية على سواه.